السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية يا إخوان أينما أنتم وأينما كنتم. أهم شيء تكون تحبوا طارق الحسون. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا إحنا اليوم بدنا نعمل فيديو بناء طلب أخونا سفيان، وكمان طلب مني أخو سابقا كمان أن أعمل هذا الفيديو، لكن والله للأسف عملت سكرين شوت للتعليق تبع، لكن للأسف شكلي حادثة بالخطأ. لكن أخونا سفيان يعني بدنا نعمل له فيديو. أول شيء خلينا وياكم نقرأ تعليق تبعه. كاتب لي أخي أعطيني طريقة صنع الأعشاش اللي عندك، قلت له إن شاء الله راح أعمل لك. طبعا كمان بعث لي كمان تعليق، أنا أستخدم أشجار السرو، وعندما تجف تسقط الأوساخ على الأرض، أريد نزع كل الأشجار وأستعمل الطريقة نفس طريقتك. وبناء على هذا التعليق إن شاء الله راح أنا أعمل لكم فيديو عن طريقة صنع الأشجار، راح يكون فيديو سريع إن شاء الله تعالى، ما راح أطول عليكم فيه. بس بداية يا إخوان يا ريت تضغطوا لايك، ما راح تخسروا شيء، لايك على السريع وتعليق جميل. خلينا نستمر معكم إن شاء الله. طبعا طريقة صنع الأعشاش عندي كل الإخوة اللي عندي اللي كانوا عندي يعني على الصفحة بيعرفوا كيف طريقتي أنا. طريقتي اللي هي طريقة الأشجار الاصطناعية، شجر اصطناعي، هي هذه شجرة اصطناعية كاملة شايفينها، أنا بشتريها إشي جديد إشي مستعمل. طبعا مرات بشتري عندنا إحنا بنقولها من الرابش، بشتري بسعر معين، أحيانا بكون غالي أحيانا بكون رخيص. طبعا هذول أغلبهم شجر جديد شريته من أحد الإخوة، شايفين يا إخوان. بداية خلينا نحكي لكم ليش أنا بستخدمش إيش الشجر الطبيعي داخل السلاك. طبعا أنا بستخدم الشجر الطبيعي لشغلة اللي هي زي ما علق أخونا سفيان، إنه بسبب الأوساخ كذلك بتساقط داخل الأعشاش. يعني مثلا أنا عندي عش هنا هيكذ بتساقط من بصير يتساقط منه هذا ويجي على العش. أحيانا بتكون فيها نوع من أنواع الصلابة، هذه الأوساخ اللي بتتساقط ممكن تسبب كسر بيض، ممكن تكسر البيض عندي وتعبي لي العش وسخ. فعشان هيك أنا ما بستخدم الأشجار الطبيعية بتاتا. البعض راح يقول لي يعني لو تضع داخل السلاكة يعني مية اللي هنو بعيشن أكثر، أنا مش معني في هالشغلة ووجعت الرأس. بما إنه موجود عندي أشجار أو أشجار اصطناعية بستخدم الأشجار الاصطناعية، أسهل لي وأسرع لي يعني بمدي معاي فترة من زمان، ممكن زي هذه مثلا تقعد 4-5 سنين وهي محافظة على جودتها. طبعا خلينا نرجع لكم بداية، يعني أنا دائما بجيب شجر زي هيك، أنا بعمل على إيش؟ على تشكيلة. طبعا هذه الشجرة يعني قابلة للفك، طلعوا هاي فكيتها شايفين؟ هاي خلينا نورجيكم، هاي شايفين؟ قابلة للفك والإرجاع. طبعا هي عبارة عن ثلاث أقسام، خلينا نرجعها مكانها، عبارة عن ثلاث أقسام. أنا بقوم على الاغلب بتقسيمها ثلاث اقسام. هي هنا مثلا طلعوا، هي هنا انا يعني هو سلك، هذا عباره عن سلك انا بتحكم فيه، بتحكم في تشكيلته. فعملت مثلا هنا، ما عندكم هنا مثلا موقع هيك طلعوا كيف يا اخوان، انا سويت عملية تشكيل، لميت الاغصان على بعضهم، طبعا عباره عن اسلاك، وجمعتهم سويت زي قاعده فيهم. خلينا نوريكم كمان قواعد ثانيه. عندكم الشجره هذه يا اخوان طلعوا، حطيت برميل عصا يعني ثبتت فيها، حطيت هان هاي. طبعا انا شكلتها، ضميت الاغصان، هذا هي اغصان الحديد شايفين هذه، هي هذا وهذا وهذا، ضميتها على بعضها وشكلتها وحطيت لها قواعد، شيء من تحت شيء من فوق. فعملت مثلا هي عندي قاعده هان، عندي هي قاعده هان، هي عمين عش عليها هسه مش بيضات فيه، شايفها وضعت الانثى هان. تقدر الانثى تيجي تحط عش هنا، تقدر عيش الانثى تيجي تحط عش هنا. فهذه يا اخوان طريقتي في صنع الأشجار، أنا عبارة أنا بشكلها في إيدي وبعملها في إيدي. مثلا هي هنا وضعت جزء من الشجرة، سويت قاعدة شايفين، وضعتها شكلتها، هو عبارة عن أسلاك بضمهم على بعضهم، بعمل على شكل عش يعني على شكل عش هيك مكور يكون. الأعشاش يا إخوان عملتها كيف، هاي الشجرة هذه الاصطناعية شايفينها، عملت عش وضعت داخلها عش بلاستيكي دائري شايفين، حطيت حواليها إيش اللي شجر اللي هي الشجر الاصطناعيه، وثبتتها في غصن من اغصان الاغصان. هي هاني عندي جزء من الشجره، سويتها قاعده، ضميتها على بعضها، عملتها يعني بشكل على الاقل يكون ثلاث افرع هيك، يعني يكون قاعده مدوره اللي الحسون يقعد فيها ويسوي عش. هاي حطيتها، خليني اوريكم عش عندي احد الاعشاش. هاي هاني يا اخوان كمان طلعوا، هاي قاعده اجت الانثى وضعت العش فيها. بلاستيك بلاستيك، انا بس ايش بعمل على عمليه تجميع الشجره حتى انها تكون قاعده. هاي كمان شايفين، هان قاعده تيجي، هان قاعده، هاي هانا
تيجي قاعدة كمان يعني للأعشاش تستطيع عمل العشاش فيها. طبعا يا إخوان الأمر لا يخلو من وضع بعض الأعشاش الكنار، يعني أنا هاي مثلا طلع وضعتها أنا بعض أعشاش الكنار، وضعت إنجيل اصطناعي، وضعت عش، هاي مسويات قاعدة فيه، عش عادي تاع كنار، يعني مش شرط يكون كله أشجار صناعية، ممكن تتنوع تحط هيك وهيك، يعني هاي هنا كمان نفس الإشي نفس الفكرة، شجر اصطناعي قواعد. قواعد بزبطهن انا بلمهن على بعضهن، هاي هن تكون مجوفه مجوره حتى ان الحسون يضع عشته داخلها. طبعا نوعت اشي بيكون كبير، يعني بضعها مثلا بسوي ثلاث اربع قواعد نفس الشجره مرات بيدن فوق بعضهن، اشي صغير مثلا هاي هنا صغيره شويه، هنا يعني وسط، يعني حسب شو بيطلع معايا وانا اعمل ايش في العش، يعني شو بيطلع معايا يطلع معايا داخل العش. خليني اوريكم كمان عش هنا، هاي عش يا اخوان بايضه فيه سلة عادية مدورة أنا وضعتها وعش حواليها بضت داخلها الحمد لله رب العالمين. هاي نفس الفكرة هذه، طبعا مش شرط تحط سلات، لكن أنا بعض الأعشاش الصغيرة وضعت سلات فيها، وضعت سلات فيها. هاي هان شايفين كلها يعني نفس الفكرة نفس الإشي. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم فيما رزقنا. هذا فيديو اليوم بناء على طلب أخونا سفيان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.